في إثيوبيا الحاج إبراهيم توفى ورئيس مجلس أديس أبابا الشيخ سلطان حاج أمان إبا مرحبا بكما جميعا. إن شاء الله نقدر تأجنا بالكبر المكوين يا إثيوبيا سلمنا قدعي تقلعي مكبير في إردانتنا عندهم مالتنا يتسوى سلمنا قدعي تقلعي كبتنيا مكبير في إردانت يقبو سلهنا دستا إن شاء الله نكبر جاك جزاكم الله خير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ثم الحمد لله على هذا الملتقى المبارك لزاريو لزي لتكدس لعلقه السبسب لزيه تالي بمكيني تاتشن بكدميا አላህን ለናመሰግን ይገባል። ኢንሻአላሁ ተዓላ የእለቱን ፕሮግራም አጠራጠረ ባለመልኩ ኢንሻአላህ ለማስተዋወቅ በአማርኛ ሞክራለሁ። الشيخ حسين بشير ኢንሻአላሁ ተዓላ ይለክስ ለና በልዓረብያ በአረብኛ ደግሞ ሳቸው ማለት ነው ተልክ ሳርቀው ያቀርቡልና የዛሬው ፕሮግራማችን ማለት ነው የሚጀምረው ያው የሚገኙ ሰዎች ፈጣሪዎች ተጋባዦች ለዚህ ዘዋ ተጋባዦች ቦታ ቦታቸውን ይዘዋል። እዛ ኢንሻአላሁ ተዓላ ለና ሸክሲን በመሆን ፕሮግራሙን እናስተዋውቃለን። ይህ ማለት ነው የመጀመሪያ ግንኙነት ኢፍቲታህ ነው። ስለዚህ ይህ ኢፍቲታህ ማለት ነው በቁርአን ዶክተር ኢስማኤል ከፍትልናል። ከዛ በመቀጠል የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ነው የሚለውን ንግግር ያደርጉልናል። ከዛ በኋላ ኢንሻአላሁ ተዓላ በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ፕሬዝዳንት አማካይነት ይህ ማለት ነው አዲሱ አደራጅ ኮሚቴ ግብዣ ያደርጉና አዲሱ አደራጅ ኮሚቴ ማለት ነው የዑለማዎች ሀያተል ዑለማ አደራጅ ኮሚቴ ይጋብዙልናል። ከዛ በመቀጠል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ንግግር ያደርጉልናል። ከዛ በኋላ የሻሂ እረፍት ይኖረናል። ከዛ በመቀጠል የዛሬው ውሏችን የሚከፈተው አህሚየቱል ወህዳ አንድነት አሳሳቢነቱና አስፈላጊነቱ በዶክተር ከማል ይቀርብልናል። ይህን ደግሞ ማለት ነው እንደው ሙዓክብ የሚያደርጉልን ሼክ አህመድ ቡሽረዳኒና ሼክ መሐመድ ኢብራሂም ይሆናሉ። ይህን ጀልሳ ማለት ነው በበላይነት የሚመሩልን ሼክ አብዱል ዋሲዕ ሱብ ይሆናሉ። ከዛ በመቀጠል ኢንሻአላሁ ተዓላ የመስኡልየቱል ዑለማ በሼክ አብዱላህ ኢብኑ ሽከርባል እንዲሁም ማለት ነው አለፍ አለፍ ብዬ ነው ከጊዜ ተፈታቋየም ይገልጸው። ከዛ በመቀጠል አዳቡል ሂባሪ ፊ ኢስላም ይከተላ። ከዛ በመቀጠል ኢንሻአላሁ ተዓላ የዙህር ሰላትና የምሳ ፕሮግራም ይሆናል። ከዛ ዙህር በኋላ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሼክ መሐመድ ጣሃሩ ለሪሳለቱል መስጂድ ያቀርቡልናል። ከዛ በመቀጠል ኢንሻአላሁ ተዓላ ዶክተር አብዱል ጀሊል ሩቢ ስለ ወሰጥያ ወልኢዕቲዳል ፊ ኢስላም ያቀርቡልናል። ከዛ በመቀጠል ኢንሻአላሁ ተዓላ ሶላት አልዓስር እና ኢሻይ ፕሮግራም ይኖረናል። የመጨረሻ ማለት ነው ማጠቃለያ አህሚየቱል አምን ወሰል ሰላምና ማለት ነው ደህንነት መከበሩ መጠበቁ በእስልምና ምን ይመስላል የሚለው ኢንሻአላሁ ተዓላ እንነጋገርና በሼክ መሐመድ ዘይን ዘህረዲ በዚህ እናጠቃልላለን። የመጨረሻውን ንግግር የአዲስ አበባ ዑለማ መጅሊስ ተአሲስ ለሀይተል ዑለማ የዚህ ማለት ነው የዑለማ አደራጅ ኮሚቴ የመጨረሻ ማለት ነው የማጠቃለያ ወይም የአቋም መግለጫ ይነበባል። ይህን ማለት ነው የሚያነቡልን ኢንሻአላህ ሼክ መሐመድ ሐሚዲ ይሆናሉ። በዚህ አይነት ሁኔታ ኢንሻአላህ ሰዓቱን ተጠብቀን በየሰዓቱ እያስተዋወቅናችሁ ያው ያለውን ነገር ማለት ነው እናካሄዳለን። በቅድሚያ ኢንሻአላህ ተዓላ ቁርአን ማለት ነው የሚከፍቱልን ዶክተር ምስባህ ወደ መድረክ እንዲመጡ ጋብዛለሁ። በሪ ወቅ አልሐምዱሊላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تعالى ألا تفارق السعادة قلوبكم ويلهمكم الذكرى في صباحكم ومسائكم ولا يترك لكم طلبا من كل ما سألتموه إلا أتاكم ومن كل شر حماكم ومن كل هم وغم عافاكم وبارك في أعماركم وسدد في أقوالكم وأعمالكم
وبلغ آمالكم وأصلح بالكم صبحكم الله بالخير والسرور والحبور. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تكبير قرآن على سدساتك للإسرائيل تكبير تنش ذكرنا لليين إن شاء الله كإستعاد كلمة قرآن بوهالا የአዲስ አበባ ስምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት እንኳን ደህና መጣችሁ ብለው በመምጣታችሁ ደስታችሁን በመግለጽ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚለውን የአቀባበል ንግግር ያደርጉልናል። የተፈጠል መሽኩረ ወልአን ከሊማ ተርሂቢያ ለራኢስ መጅሊስ አዕላ ለሽኡን ልእስላሚየቲ بأدي سببا الشيخ سلطان حج أمان. الشيخ سلطان حج أمان شخصية حديدية لا تعرف الكلل ولا الملل، سوف تتحدث عن ترحيب ضيوفنا الكرام في هذا القاعة المبارك إن شاء الله. فندعو إلى المنسة الشيخ سلطان أدي سببا فليتفضل مشكوراً ومأجوراً. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي رفع مقام العلماء إلى أعلى الدرجات،
وجعلهم ممن يقودون الأمة إلى أعلى المقامات. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين والمنعوت في كتابه العظيم إنك لعلى خلق عظيم، وعلى آله وصحبه الذين آووه ونصروه من الخلائق أجمعين. وبعد، فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، فضيلة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى في إثيوبيا الشيخ عبد النائب الرئيس الأعلى لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم، فضيلة النائب الثاني الشيخ عبد العزيز عبد الولي، صاحب الفضيلة رئيس الفتوى الدكتور الشيخ جيلاني خضر، أصحاب الفضيلة أعضاء مجلس الفيدرالي، صاحب الفضيلة نائب رئيس مجلس أديس أبابا الشيخ فتح الدين بن شيخ محمد زين، أصحاب الفضيلة العلماء وأئمة المساجد، أيها الحضور، يسعدني أن أرحب بكم باسمي وباسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الثاني لهيئة الأئمة في أديس أبابا، والملتقى الأول لعلماء أديس أبابا الذي يلم الشتات ويوحد الصفوف ويجمع الكلمة، وخاصة في هذا الوقت الذي نحن في أمس الحاجة إلى بث روح المحبة والتآخي بين العلماء ونسيان الماضي وإعلان العفو العام. بعد أن نزغ الشيطان بين صفوفنا وصفوف أمتنا وسادت التهم والتراشق بأسماء وألقاب ما جعل الله لها من سلطان، وها نحن اليوم نجتمع على مائدة العلم والعلماء آملين في أن يجمع شملنا ويوحد صفوفنا ويخلق الله المحبة والألفة فيما بيننا ويقلأ الضغائن والكراهية من قلوبنا حتى نكون في المراتب التي اختارها الله لنا من الدرجات العلى. أصحاب الفضيلة، أمتنا اليوم تنتظر مننا الكثير من الوحدة والتكاتف والقيادة إلى بر الأمن والسلام وإلى المحبة والوئام وإلى القيادة الرشيدة والتوجيه السليم وإلى تقوية روابط الأخوة. لعلنا اليوم نغير ماضينا الزميم ونقلب صفحة بيضاء جديدة ملؤها الحب والوئام والتآلف والتكاتف، ونخرج من هذا الملتقى على ما يرضي الله ورسوله حتى نكون ورثة الأنبياء، فإن العلماء ورثة الأنبياء. شاكرين الله أولا وآخرا على ما أنعم علينا من نعمة الإسلام والإيمان، وجعلنا أمة وسطا من سائر الأمم لنكون شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا علينا. أصحاب الفضيلة، أنتم خلاصة هذه الأمة. لقد أتيحت لكم فرصة ذهبية لم يسبق لها مثيل في تاريخنا، في قيادة أمتكم بكل حرية
وتقوية روابط الأخوة بينكم وتصحيح المسار الماضي. لقد مضى ما مضى وفات ما فات، فالآتي مهم، فإن الوقت صيف، إن قطعته فذاك وإلا قطعك. فلنعد إلى الوحدة والألفة فيما بيننا كي نقدم أمتنا، كي ننقذ أمتنا من الخلافات العقيمة المهلكة حتى تكون على مستوى مكانتنا ومسؤوليتنا من تحمل الأمانة التي حملناها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولا يفوتني في هذا المقام أن أقدم جزيل الشكر ووافل الامتنان لحكومة دكتور عبي أحمد الذي كان سببا لهذه الوحدة، وحدة الأمة الإسلامية، ولهذا اللقاء المبارك. كما لا يفوتني أن أشكر رئيسة البلدية العاصمة أديس أبابا وأعضاء قيادتها. وأخيرا أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل كما أوصي بالاهتمام بهذا اللقاء المبارك والنادر من نوعه، لأنه ولأول مرة من تاريخنا أن يجتمع المجلس الفيدرالي ومجلس العاصمة أديس أبابا في جمع العلماء وأئمة المساجد لتأليف القلوب وجمع الكلمة ووحدة الأمة. كما أشكر الهيئة التأسيسية لهيئة علماء إثيوبيا تحت إشراف المجلس الفيدرالي، وفقنا الله جميعا وجعل النجاح خليفنا وجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن هنا أقدم فضيلة الشيخ رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وفضيلة الشيخنا الفاضل مفتي دار الحبشة دكتور جيلاني خضر لأن يلقوا كلمتهم في هذا المقام، فليتفضلوا مشكورين. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ فضيلة سماحة الشيخ حجي إبراهيم تحفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، رئيس مجلس أديس أبابا الشيخ سلطان هالي أمان، فضيلة النائب الأول الشيخ عبد الكريم ابن الشيخ بدر الدين، والنائب الشيخ عبد العزيز ابن عبد الولي، والأمين العام للمجلس الفيدرالي الشيخ حامد موسى، وجميع العلماء والأئمة الحاضرين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحفل الكريم في أول لقاء لعلماء أديس أبابا وأئمة مساجد أديس أبابا. فجزاكم الله خيرا على تلبيتكم لدعوتنا وحضوركم على هذا اللقاء. ولا شك أن هذا الاجتماع اجتماع تاريخي، ف منذ أن بدأ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عام 1967 كان المجلس الأعلى هو الذي يتولى شؤون المسلمين، وكانت مسؤوليات عظمى عليه في رعاية شؤون الإسلام والمسلمين والحفاظ على هويتهم ومصالحهم وتأليف قلوبهم وجمع كلمتهم وتوحيد جموعهم والدفاع عن حقوقهم. وكان مسؤولاً أيضاً عن إصدار الفتاوي في الأحكام الشرعية، وكان من ضمن تشكيلاته
فرع يسمى مجلس العلماء للفتاوى والدعوة والتعليم. ازدادت هذه المسؤولية بما نال من الاعتراف الرسمي من البرلمان الإثيوبي بكونه الجهة الوحيدة التي تمثل المسلمين في ظل حكومة الدكتور أبي أحمد، فوفقه الله ونصره وعزه ونصره على فهذا القرار زاد مسؤوليات عظيمة على المجلس وجعل وحمله مسؤوليات عظمى. ثم إن الله سبحانه وتعالى وفق المسلمين في هذا البلد بفضله وجوده وكرمه بجمع كلمتهم بعد نوع تجاذب واختلاف في مؤتمر شيراتون الثالث يوم الاثنين 19 الشهر الماضي في ذي الحجة و 11 حملة كما تعرفون. وكان ذلك اليوم يوما تاريخيا اجتمع فيه شمل الأمة وتم فيه اختيار قيادة جديدة تمثل جميع الأقاليم وتمثل جميع الفئات المسلمة بمختلف أطيافه وتوجهاته. وكان من أولويات هذه القيادة الجديدة تأسيس الهيئات والمنظمات التابعة للمجلس على صفة جديدة تتناسب مع المرسوم البرلماني وما تقتضيه المرحلة الحالية. فرأت هذه القيادة أن أولى الهيئات للتأسيس هي هيئة علماء إثيوبيا، فأصدرت توجيها بذلك، وذلك لما للعلماء من مكانة سامية في الإسلام وهم يعدون حجر الزاوية الذي يبنى عليه هيكل المجلس. وحاجة البلاد والعباد إلى العلماء أشد من حاجة إلى الطعام والشراب كما قال النووي ابن القيم، وذلك لحاجة هذا البلد العريق بلد الهجرتين إلى مرجعية علمية موثوقة مسؤولة عن الفتاوى في المسائل العلمية والنوازل والمسجدات، وتقوم بإعداد البحوث العلمية وتوجيه أعمال الدعوة والإرشاد والتعليم الإسلامي. ويتكون أعضاؤها من كبار علماء إثيوبيا ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للمجلس. وبهذا يتم توجيه الأمة إلى منهج أهل السنة والجماعة، منهج الوصية والاعتدال، حتى تتربى عليه الأجيال بدون إفراط ولا تفريط وبدون إقصاء أو تهميش لأحد. فهذه الهيئة والمجلس مظلة للجميع بدون تصنيف وبدون إقصاء لأي مذهب من المذاهب الإسلامية السنية، ممن ينتمي إلى السنة، ممن ليس من أهل الغلو والتفريط والإفراط، فهي للجميع بدون أي شيء. ستقوم هذه الهيئة بإذنه تعالى بوضع المناهج التعليمية والتربوية والدعوية، كما تقوم بتوحيد الفتاوى في هذا البلد إن شاء الله تعالى. ولا يخفى ما في توحيد الفتاوى من المنافع العظيمة للأمة، ففيه توحيد جهود العلماء وجمع لكلمتهم وتوجيه للأجيال إلى الإصغاء لعلماء هذا البلد والقناعة بهم، وترك تتبع الفتاوى الشاذة والغريبة عن هذا البلد وتقاليده وعرافه. ولا يخفى أنه لم تزل قيادة ورعاية مسلم هذا البلد بيد العلماء، فكان لهم قيادة روحية والسياسية جمعوا بين توجيه المسلمين ورعاية مصالح والدفاع عنهم، حافظوا على وحدتهم ومنعوا من تسبب الخلاف بينهم، وقاموا بتمثيل المسلمين واعترف لهم بذلك غيرهم وتعاملوا معهم على هذا الأساس. وكانوا سببا، العلماء السابق كانوا سببا لاستقرار هذا البلد ونشر مفاهيم التعايش السلمي بين جميع فئات الشعب وقومياته وأدياده المتعددة، حتى صار هذا التعايش مثلا يحتذى به. وهذه الرعاية للعلماء استمرت إلى أن أنشئ المجلس الإسلامي الأعلى في إثيوبيا على أيدي نخبة من كبار العلماء بالتعاون مع زعماء المسلمين، وكان على رأسهم سماحة العالم العلامة الحاج محمد ثاني حبيب رحمه الله ورفعه في عليين. فجاء ترتيب هذه الرعاية على شكل الإدارات العصرية والهيئات النظامية، لأن هذا العصر هو عصر المؤسسات والهيئات والعمل الجماعي،
لا يستقيم في هذا العصر العمل الفردي، فالعمل الجماعي هو الذي أبقى للعمل وأشمل وأنفع للإستمرار والدوام، فيد الله مع الجماعة كما ورد في الأثر. ثم جاء هذا الترتيب الحالي بعد الائتلاف الرسمي من البرلمان ووضع مسودة النظام الأساسي للمجلس الذي يضم تحته إدارات عدة وهيئات مختلفة، فكان من تلك الهيئات هيئة علماء إثيوبيا، وإننا في لجنة تأسيس هيئة علماء إثيوبيا نسأل جاهدين بإذن تعالى في تحقيق الاجتهاد الجماعي لكبار علماء البلد، وسنقوم بإذن تعالى بتأسيس لجنة الفتوى التي تعتمد على الاجتهاد الجماعي، كما نسعى إلى تأسيس المجمع الفقهي الإثيوبي بإذن تعالى الذي يقوم بإعداد البحوث العلمية التي يحتاج إليها المجتمع المسلم في هذا البلد الذي يكثر فيها النوازل والمستجدات، بعضها عالمية وبعضها ما هو خاص بهذا البلد، يحتاج لاجتهاد جماعي خاص ببلدنا حسب ما يناسب الواقعة وما يكتنفها من الأسباب والعلل والمصالح والمفاسد. والأمل معقود بعد الله تعالى على المجلس الجديد وقياداته أنهم سيوفرون لهذه الآيات الإمكانيات اللازمة لتطويرها حتى تقوم بعملها المنوط بها على أكمل وجه إن شاء الله تعالى. ولا يخفى أن المؤسسة مهمة، العمل الفردي كما قلنا الخطأ فيها أكثر من العمل المؤسسي، فلهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود المجلس الجديد بالنجاح والتوفيق، ويجعله يحقق آمال المسلمين وتطلعاتهم، ويجعل هذه الهيئة صبا لتوحيد كلمة المسلمين وقائمة بواجبها المنوط بها على أحسن ما يرام، إنه الموفق والهادي إلى سواء السبيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدم إلى يوم الدين. هذا والكلمة لسماحة الشيخ حجي إبراهيم تفا لتوجيه هذا الجمع، فليتفضل مشكورا. إن شاء الله الدكتور لو يزي هيئة العلماء تأسيس هيئة العلماء يلجنا وانا سبسابي ناتشو ودفت مالت نيتا كده ونغر نوانشو يغلسوا لن يغلسوا سبا عمارينيانو በጣም ረጅም የሆነ ባስ ላይ ያደረኩት አረብኛ ነው የገለጹት በአማርኛ ማለት ነው። ያው ሐሳቡ ይገባታል ይገባታል። ሹክራን እናመሰግናለን። ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው የተገኘነው በአዲስ አበባ መጅሊስና በጠቅላይ ምክር ቤት በሃይአቲ ዑለማ በዶክተር አማካይነት ሲያስሱት ሼህ ሐጅ ኢብራሂም ቱፋ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ይህ ማታሲስ የሚደረገው ዝም ብሎ መሆን የለበትም። ቀድመን ከአዲስ አበባ አይማዎች መጀመር አለብን። የአዲስ አበባ ዑለማዎችን እዚህ ማነጋገር አለብን። ከዛ ወደ አገር አቀፍ እንሄዳለን ብለው ለሁሉ በራቸውን ክፍት አድርገው ነው ይህን ለጅና ያቋቋሙት። ወጀዛሁላሁ ኸይራ ሳንቀርብ በፊት እንዲያነበረ ከቀረብን በኋላ እንደ አባት እንደ ወንድም እንደ መካሪ ሆነው ነው ያገኘናቸው። ከይድጀዛቸውን አላህ ይክፈላቸው። አሁን ወደሳቸው ማለት ነው ንግግር ኢንሻአላህ እናልፋለን። ዶክተር ባልስ መሰረት አልহামዱሊላህ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها حادثة. يجب علينا أيها المسلمون الشكر العظيم، ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما يصفه به خلق. أحمده حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وجلاله،
واستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، واستهديه بهذه الذي لا يضل من النعم عليه، واستغفره لما قدمت وما أخرت استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ولا ينجيه إلا هو، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، صاحب الفضيلة الدكتور جيلان خضير غمدة رئيس لجنة هيئة تأسيس هيئة العلماء، صاحب الفضيلة الشيخ سلطان حاجي أمان إبا رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أديس أبابا، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الوليد نائب رئيس مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، صاحب الفضيلة رئيس قضاة أو القاضي محكمة الشرعية في إثيوبيا الشيخ محمد المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ جمال رئيس مجلس أعلى للشؤون الإسلامية في إقليم أوروبيا، صاحب الفضيلة إمامنا إمام جامع الكبير جامع الأنوار الشيخ طه هارون، أصحاب الفضيلة العلماء أصحاب الفضيلة العلماء والأئمة والخطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكانت نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم نعمة على الأمة وأجلها، وإن من تمام هذه النعمة توريث العلماء علوم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان العلماء هم ورثة القائمين في أمته بمهمة البلاغ والتعليم والتوجيه وبيان حدود الحلال والحرام لأمته المحمدية. وإذا كان العلماء ورثة علوم الأنبياء فإنهم أيضا ورثوا قدرا يليق بهم من الاعتبار والمكانة في الشريعة، فكان واجبا على الأمة من بعد طاعتهم بطاعة الله وموالاتهم واحترامهم والسعي إليهم والأخذ منهم. وعلى هذا جرى سلف الأمة فكان علماؤه المقدمين على غيرهم فهم ولاة صدور هذا المجالس، إليهم مرجع الأمة في كل حال من الأحوال، والناس في جملتهم يعرفون لهم أقدارهم ومناضلهم حتى خلفت خلوف قل فيها العلم وأهل، ونذر فيها الأئمة الجهابذة، وقل اعتبار الناس لتلك البقية الباقية، فلم ينزلوهم منازلهم بل تشتتوا وتفرقوا طرائق قددا. أولا، فقوم رأوا أن العلماء كسائر الناس ليس لهم في الشريعة اعتبار يعلي قدرهم، فلم يرفعوا للعلماء رأسا،
وفي هؤلاء شبه بالخوارج الذين لم يرعوا رسالات العلماء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرعوا حقهم، فكانت عاقبة أمرهم خسرا، فضلوا وأضلوا وفرقوا دينهم شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ثانيا، قوم قدسوا العلماء ورفعوا فوق أقدارهم فقلدوهم في دينهم تقليدا مطلقا، فليس رائد المرء الدليل، بل كان رائده قول الشيخ. وفي هذا الصنف أيضا شبه بالروافضة الذين جعلوا أئمتهم من المعصومين وجعلوا لهم مقاما لم يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وتعددت هؤلاء الفرق بحسب تعددات شيوخهم، وتتعصب كل قوم لرأي مقلديهم من دون قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، قوم رأوا للعلماء منزلة ولكنهم لم يعاملوهم باعتبارهم بشرا، باعتبارهم بشرا يقع منهم الخطأ والهوى، بل تعاملوا معهم بغير المقاييس البشرية، فما إن يروا خطأ من عالم حتى يعظموا ذلك الخطأ ويكبروه ويضخموه ويفخموه ويطيروا به في الناس كل مطار. فهم جمعوا أيضا بين المتناقضين. أيها العلماء والأئمة والخطباء، فبناء عليه والحل كل الحل العودة إلى منهج الوسطية والاعتدال، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم العودة إلى الوحدة والاستقامة على ما نتفق عليه، إلى الوحدة والاستقامة على ماذا؟ على ما نتفق عليه، واعتذار بعضنا لبعض فيما نختلف فيه، وننسى ما مضى وفات، وما جرى فيما بيننا، ونلتزم بالعفو والتجاوز، عفى الله عما سلف، ومن عاد. لأن الوحدة مطلب وهدف ترن إليه المجتمعات البشرية كلها، وتبذل كل ما لديها. لماذا؟ للوصول إليه. فوحدة المسلمين مؤدية إلى قوتهم ومنعتهم وعزتهم، فلا ينال أعداؤهم بها منهم. متى هذا؟ إذا التزمنا الوحدة. ووحدة الأمة الإسلامية فرض واجب، وهذا مشهور عندكم مع الدليل. وقد أقر الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم: فكانت الأوامر والنواهي كلها موجهة للجماعة، وليست إيش؟ وليست للفرد الواحد، والفرد جزء لا يتجزأ من كيان الأمة. وأخيرا، ما أريد أن أطول عليكم إن شاء الله، وصيتي
لي وللجميع القيام بالتركيز بأمن البلاد والعباد وسلامتهم بكل ما نملك بالتكاتف مع رجال الأمن، فإن الأمن هو معروف سبب لنجاح كل العمل الخيري. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا ديننا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أترى رجع مترقم سايهون مترقم سايهون يوم بالعسل ويوم بالفجل ويوم بالدهن إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. عندك أن يهن يمسر أسب سبا موت تمني جينا برا زاري دامو هيو تمني جالو يسمى الله أكبر الله أكبر لديك يقارب منا وينم لا سكن موت يتمني هون ثلاث خلاف العلماء بوداج بطلات في اللفئتون سنكافر سنراغ سنطال ليلام ليلام موت تمنيتش نبر الله بسكره ببحرين خلاف الودم نبر አልወድም ነበር ዛሬ ደግሞ በዚህ መልክ እናንተ የሙስሊም አዲስ አበባ ሳይሆን የሙስሊም መሪዎች የሆናችሁ የሙስሊም ዑለማ የሆናችሁ የሙስሊም አኢማና ኹጣባ የሆናችሁ አንድ ላይ እንደዚህ ስትቀማመጡ ስታምሩ እስኪ ግራና ቀኛችሁን ተመልከቱ እስኪ እንዴት እንደምታምሩ አላሁ አክበር ወዳጃችን ምን ያህል እንደምትደሰት ጣላታችን ሸይጣንና ሌላም ምን ያህል እንደምደረግት ግልጻይ ደግሞ እንመሳሰላለን ስንላስ እንደዚህ አላባባሳችን አመልካችን ደማችን ምንም የለም በግንባሩ ላይ የተነጠፈ ሽት እስከ መቼ ነው በአላህ ወልክ መቀጠል ምን ይችላል? ስለዚህ እስኪ አላህም አፍ እንድበላል ለአላህ ብላችሁ ባላችሁበት አፈውና ለላህ እንድባባል እስኪ አፈውና ለላህ አፈውና ለላህ ባላችሁበት አፍ ብቻ ሳይሆን የፈለኩት ለሰፉ ነው። እኔ እንደ ሐጅ ኢብራሂም የተባልኩትን ሁሉን ለሁሉ ለአላህ ብየት ይጨጫው አላህ አላሁ አክበር ለአላህ ብየት ይጨላጫው አላህ አክበር እናንተሳ ለአላህ ብለን አውብለን ተተናል ሁላችሁም አዎ እስኪ በእጃሳዩ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አፈውና ለላህ አፈውና ለላህ አፈውና ለላህ ስለዚህ ከአሁን በኋላ እኛ ለጊዜ ማይወች
መሪዎች ናችሁ ብላችሁን አላህም እናንተን እዚህ ያስቀምጣችሁናል። ኮንትራት ነው የወሰነው። ነገ ልልቀቅ ከነጎዳ ዛሬ አሁን አላቅም። የዘላለም ኩርሲ አይደለችም። ታውሶ ወይም ኮንትራት የወሰንኳት ነው። ወላሂ ሱመ ወላሂ ወድጄ ሳይሆን አላህ የጣለብኝና ወንድሞቼ የጣሉብኝን አማና እስከምችለው ገፋለሁ ብዬ ነው የምቀበለው እንጂ ስልጣን ወድጄ እንዳልሆነ በደንብ እንድትመልከቱ እፈልጋለሁ። ሲፈለግ በሰከንድ መልቀቅ የሚችል ሰው ነኝ። እና አላህ የጣለብንን አማና አብረን ለመሸከም ለአላህ ብላችሁ ሁላችሁም እንድታግዙኝ፣ ሁላችሁም ከጎኔ እንድትቆሙ፣ ሁላችሁም እንድትመክሩኝ ስሳሳት ኩሉ በኒ አደም ኸጣ ወኻሰተን አነ لو كان عقب التحضير من هذا الكلمه من هذه الكلمه لزدت عليه. انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا فاذا نسيت فذكروني. بزي بغزاونت توصو وين كونترات بيازنات بودا مقرارات ራስን ከፍ ከፍ ማድረግ ውርደት ነው። ውርደት ነው። ተሽሪፍ አይደለም፣ ይሄ ተክሊት ነው። ለኺድማ ነው እዚህ የመጣ ነው እንጂ ለስልጣን አይደለም። ኺድማ ካሰመርን እንቀጥላለን። ታግዙናላችሁ። አበላሸንባችሁ ደግሞ እንተካለን። ትተካላችሁ። ኺድማ የሚያሳምር አካል ታመጣላችሁ። ምንም ችግር የለም። ትልቁና ዋነኛ ነገር መከፋፈል የሚባለው ወቅቱ አልፏል። መከፋፈል፣ መሰዳደር፣ መወራረድ ወቅቱ አልፏል። ለዚህ አካል ምንም ሙሳማሃ አናደርግም። አላሁ አክበር። አንድነን የምንበላለጠው በተቋ የምንበላለጠው በዕል ኢማሞቻችን ናችሁ። ናዕተሪፍ ለኩ እንከተላችኋለን። ህዝቡንም እንድከተላችሁ እናደርጋለን፣ እንሰራለን። ኢንሻአላህ። ስለዚህ እናንተ ታይዛችሁ በእጅ አይደለም በቀልባችሁ በውስጣችሁ መናናቅን መከፋፈልን ወደዛ አርግታችሁ ተከባብራችሁ በክብራችሁ መቀጠል ነው የምትፈልጉ። ያስማማና አላሁ አክበር። እስኪ አንዴ አሁን እጃችሁን አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይሄ አህድ ነው። ምክንያቱም ሰዎችንን ስንሳሳት እጃችን ያዙ ብለናችኋል። እጃችን ያዙ ስንሳሳት። ይሄ ነብዩ ሱና ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛ ውጪ ሀመት በተለይ ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ አንዳንዱ የተባረከ ነው የተቀደሰ
አንዳንዱ የተረገማ ነው። የተረገማውን ተውና የተበረከውን ተከታተሉ ወይ ስሩበት። ሸይጣን ነው አንዳንዱ። ሸይጣንን አንከተል። በተለይ ያለፈውን ሙሉ ለሙሉ እርግፍ ብለን ለአላህ ብለን አፉ ተባብለን አላገር አላሁ አክበር አው አላስ الذنب بعد التوبة خلاص الذنب بعد التوبة انتبهوا كملوا الحديث سلزي كأهم بهالا إن شاء الله تعالى شكر كعل كل لو تمالو كل لو تيالبا يالن መስጂድ መዘጋራፍ መቀባበል ማን ማን ነው ነዘው ከየት ወጣ ለምንስ በፍጹም አይፈቀድለትም ለማን እኛ መስጂድ ተወሰደ እና ከለ ወሰደ ላላላ አይፈቀድም ክልሎች በትክክል በአዳላ በፊታዊነት ያስተዳድራሉ ይመራሉ ያንን የማያደርግ ክልል ደግሞ ምስኪን ነኝ የተዋዱ ጉዳይ አቃለሁ ግን ለተዋዱ ብዬ ህዝባችን የሚበድላካ መብት አይሰጠው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ህዝባችንን በአንድነት መምራት መቀጠል አሁን የመደራጃት ጊዜ ላይ ነንና ጊዜ አልወስድባችሁም። ዑለማዎቻችን ሼካችን ሼህ ሁሴን ቅድም ባብራሩት መሰረት ጅምሩ ጥሩ ነው። ያው የኢትዮጵያ እንብርት ከሆናችሁ የኢትዮጵያ እንብርት አይደለም የኢትዮጵያ የአፍሪካ እንብርት ከሆናችሁ ታላቁ መዲናችን እንጀምራለን ቢለን ወደ እናንተ መጥተናል። الله اكبر مثال እንድትሆኑ ነው የምንፈልገው። በመحبም مثال በመተባበር በመተቃቀፍ በመቻቻል ሳይሆን መቻቻል አይደለም በመፈቃቀር በመተባበር በአንድነት مثال እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ኢንሻአላህ الله اكبر እንደ አዲስ አበባ ዑለማዎች ለዚህ ነው የምባለው። እንደ አዲስ አበባ ዑለማዎች እንዋደድ እንደ አዲስ አበባ ዑለማዎች እንፋቀር እንድትባሉ አትፈልጉ? ኢንሻአላህ እንፈልጋለን። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ምሳሌ ሁኑ ለአፍሪካ ምሳሌ እንድትሆኑ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ከዛሬ በኋላ خلاف የምባለው ኢንሻአላህ ተዓላ እናቱም አባቱም ሞቶ አለ አይደል? አላሁ አክበር። እናቱም አባቱም ሞቶ አላሁ አክበር ልጆንም ጨምሩበት። አ ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ እንቀጥላለን። አዲስ አበባ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ጉባኤን በዚህች መድረክ ላይ በራሴና በኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ስም ሊያመሰግን ወዳለው ምክንያቱም ባጀቱን ችሎ ያላራሱ ፕሮግራም ተገደው ለአንድነት ስል ይህንን የአማራ መድረክ ስላዘጋጀልን በእናንተ ስም ላመሰግነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በረካ ሁኑ። አሚን። የትም ሆኜ ከእናንተ ጋር ነኝ። አላሁ አክበር። ኢንሻአላሁ ተዓላ አላህ ይጠብቀን። አሚን። ሀገራችን ሰላም አላህ አርግልን። አሚን። ሀገራችን ሰላም አላህ አርግልን። አሚን። ይህንን በላ አላህ ይመልስልን። አሚን። ሰላምና ልማትን አላህ ያወፍርልን። አንድነትን ማፈቃቀርን አላህ ይመልስልን። ተመልሳለችና ለሁላችንም የምትበቃ አንድነት አላህ ይስጠን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰለም። ኢንሻአላህ ሸኹቱን ፕሬዝዳንታችንን ረጅም እድሜ ከአፊያ ጋራ የጀመሩትን ስራ ማለት የተባረከ ፍሬያማ እንዲያደርግላችሁ እንመኛለን። ከጎናቸው ምንቆማለን።
የምንፈልገውን እንጠይቃለን ችግራችንን እናማክራለን እንደ አባት ሆኖ ማለት ነው ይመሩናል ይመክሩናል ኢንሻአላህ ተዓላ በዚህ ደግሞ ሙሉ ተስፋ አለን ለዚህ ማለት ነው ራሳችንን እናዘጋጅ ዝግጁ ነን ኢንሻአላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم ايها الحفل الكريم نشكر شيخنا الوالد المربي رئيس مجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في اثيوبيا على هذه الكلمه الطيبه الابويه نسال الله تبارك وتعالى ان يسجل له هذا في سجل حسناته وما لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وأن يحفظه من كل سوء ومكروه كما نشكر شيخنا العلامة المربي دكتور شيخ المشايخ دكتور جلال خدر على تلك الكلمات الطيبة الرنانة التي تحمل بين طياتها نصيحة جميلة تخرج من الأعماق وتدخل الأعماق وجزى الله شيخنا وحفظ الله من كل سوء ومكروه وأبقى لنا زخرا للأمة الإسلامية جميعا في أثيوبيا وفي أفريقيا معا أيها الحفل الكريم يا أديس أبا سلمنا أبو الدوج تقلي مكبيت وين كفتنيا مكبيت نالباتم يتندر الدرس لهنا ولا تقلي يتقلي مكبيتو بريزدن سلال لبتشا لزاري الفورنا حياء له إجلالا وتكريما سأترك هذه الكلمة سأتنازل عنها لكن في المستقبل سيكون بيننا وبينهم حرب ولا إيه؟ سلم بإذن الله إخواني أعزائي الفضلاء يا ديس أبا سبنا قدعي كفتنيا مكربيت بريزدنت باربنيا يا سترالي فتن ملكت باتشيو لنان تلمدرس ወደርኩኝ ቀደም እንዳሉት የጠቅላይ ምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ ተገደን ሳይሆን ወደንና ፈቅደን ፕሬዝዳንታችንና ሸኻችን ስላዘዙን መታዛችን አቁርቶን እሺ ብለን ተቀብለን በማድረጋችን ስለኮሩብን እኛም ኮርተንባቸዋል الله اكبر ايها الحفل الكريم ፕሬዝዳንታችን ያስተላለፉት መልእክት አንድነታችንና ህብረታችን መጠበቅ እንዳለብን በአጽንኦትና በአትክሮት ገልጸዋል። በተለይም ይላሉ በተለይም በዚህ ወቅት ለአይ ወቅት መላ አንድነቱና ህብረቱ ጠንክሮ መቀጠል ያለበት እንደሆነ አሳስበው ያለፈውን ረስተን ላለፈ ክረምት ቤት አይሰራለትም እንደሚባል ሁሉ ያኛውን ትተን ወደፊት ያሰብን ታርጋ መለጣጠፉን አሽቀንጥረን ትለን እንትናኮ እንደዛ ነው እንትና ደግሞ ኮ እንዲህ ነው የሚለውን ነገር ስለማይጠቅመን እንዲያውም ስለሚጎዳን አንድነታችን እንደ ብረት ጠንክሮ እንደ ድንጋይ ጠጥሮ መቀጠል አለበት ብለዋል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አንድ ቢሻራ ደግሞ አለኝ የምስራች የምነግራችሁ ከፊታችን ነሲሙ ሰባ የረቢዕ ጊዜ መጥቷል ለዚህ ማለት ነው ለረቢዕ ደግሞ እንድንሽ ከሼህ ሀጂ ኢብራሂም ጀምሮ ሁሉ ባለበት ማንም ሳይገባበት እንዲደሰት ፍቃደኝነታቸውን በግልጽ አስቀምጠውልናል ይሄ ብቻራ ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው ጥርጣሬ ለማንሳት ነው ጀዛኩሙላሁ ኸይር ኺላፍን ከናባቱ እናቱ ከነልጁ ለመቅበር ነው ወጀዛኩሙላሁ ኸይር